السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. قبل ما نبدا القصه ديالي اخوتي، نتمنىكم تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واسمحوا لي بزاف كنتعطل عليكم، ولكن كنبغي نقرا ونعرف القصه ونبحث باش نعاودها لكم. ولكن اخوتي كنتمنى غير التشجيع ديالكم. كما كتشوفوا اليوم قصتنا اللي سميتها قصة مسخوطة والديها. وكي يقول لك المثل قيسني في عيني وما تقيسنيش في والديا، وصراحة قصة اللي خلاتني أنايا كنبكي. وشحال من واحد غيسمعها وما غاديش يقول الله يسمح لينا من والدينا. أجوا أخوتي تسمعوا القصة، أش دارت هاد البنت هذه وعلى قبل من دارت. نحطوا الرحال ديالنا مصر. إكرام اللي عندها 18 عام. إكرام كانت تقرا بنت عائلة شعبية، عائلة اللي معروفة، بنت الدرب كما كنقولوا. كانت تقرا وكتمشي لدارهم، ومرة كتعاون أمها على خوتها، وباها عساس في واحد العمارة. كيجي عندهم غير بنهار وكيمشي بالليل. إكرام كانت تقرا وتعرفت على واحد الشاب، وهذا الشاب هو اللي بدل لها حياتها. ما بقاش هذيك إكرام الأدبة واللي كتخاف من امها وباها. إكرام تبدلات من صفر حتى 100 درجة. كيفاش تبدل لها وكيفاش دار لها هذاك المغناطيس الدماغ؟ هذا الشاب هذا ولد هذيك المدينة، وولد هذاك الحي معروف، شاب اللي ما مزيانش، كيستعمل تيخدم وكلشي كيديرو، ولكن مدمن على المخدرات، ديما مضارب مع هذا ومشاد مع هذا. واحد النهار بنت لي إكرام، مهم عجباته وتكلم معاها وكلا ليها دماغها، حتى ولات بيناتهم علاقه. من بعدها إكرام ولات وحده اخرى، امها ولات تشوفها دريه ما بقاش باغا تقرا، ما ولات ما بغات وحده اخرى، تبدلات بزاف. شكون اللي بدلك؟ ولا تهضر معاها وتنطر عليها حتى خلاتها هكاك. حتى واحد النهار إكرام قالت لهاد الشاب هذا اللي سميتو محمد، قالت لي جي خطبني، بغي صافي بركة خصك تجي تخطبني. وفعلا جا وتقدم ليها، ولكن العائلة رفضاته، قالوا هذا هو اللي ما تاخذيش. امها كانت ضد الفكرة ديال الزواج ديال هادي، قالت ليها بغيتك تكملي قرايتك، كتشوفي العيشه كيف ماش عايشين، وبغيتك تكوني توصلي بحالك بحال لالياتك. ولكن إكرام كانت باغا هاد الشاب، قالت لهم هذا هو اللي بغيته. ومنو انخلق في الاخير اشنو دارت؟ بقات الشوهه، الناس كتهضر، ولات إكرام كتهرب، مره يقلبوا عليها ويجيبوها للدار، دارت ليهم حاله. في الاخير بزز منهم قبلوا، وبزز العائله سكتات. ولكن دائما كان خلاف ما بين الام وهاد الخطيب. حتى واحد النهار المسبب ديالها اللي لقاو الام قتوله ومذبوح حداها ولدها الصغير اللي عنده 4 سنين. ولكن الدري اللي كبر من الصغير عنده 1 سنين كان ناعس. هبطت واحد الجاره كتغوت وكتقول عتق الروح، راه لقيت فلانه ميته هي ولدها والباب محلول. كيفاش؟ جاو الجيران كيجري وداروا حاله وجاو البوليس. كيفاش هاد السيده ميته في دارها؟ وكيفاش ولدها مقتول حداها؟ وفينا هو الموس؟ وكيقلبوا ما لقاو والو، لقاو بلاكارات محلولين، لقاو ما لقاو لا ذهب لا حتى حاجه. هنا البوليس تيقولوا هادي تسرقات. شكون اللي سرقها؟ ما عرفت، ولكن
ما كتشوفوا البوليس ضروري غيسولوا هاد السيده واش عندها عداوه، غادي يسولوا الدري الجيران، غادي يقولوا ليهم كيفاش هاد السيده واش عندها عداوه مع شي واحد. هنا كيقولوا ليهم الجيران مزيانه، انسانه اللي ظريفه، ما عمرها تخاصمت مع حد، بنت الشعب ديال بنتنا، حي ديالنا، معروفين، كبرت حدانا وتزوجت حدانا، وها هي والده وراجلها عايش حدانا وكل شيء، وعندها وليداتها. ولكن مؤخرا سمعنا عندها مشكل مع خطيب بنتها اللي كانوا رفضوه وفي الاخر قبلوا به، ولكن ما نظنوش ان قبلاته في الاخر تبقى شاده معاه. لا، هنا البوليس غادي يعيطوا لخطيب البنت وغادي يسولوه، وهو غيقول لهم ما بيني وبينها والو، هذاك النهار كنت خدام، وسولوا الناس وبصح لقاو خدام. وكيدخل كما كان زوزو العائله، قالهم اه كان تندخل دارنا وكنعس عادي، ثم سولوا العائله نفس الهضره اللي قال هو كيقولوا هما. ولكن هنا شكون غيبقى واحد النقطه، شكون اللي قتل هاد السيده هي وولدها، وكيفاش الدري اللي كبر من الدري الاخر ناعس، واكرام فينا هي، كيفاش هي ما حست بوالو؟ اكرام هذاك النهار ما كانش في دارهم اخوتي، حكت هي جابوها، والاب كان تيمشي مره في الليل كيمشي يخدم عساس في واحد العماره. اكرام ملي جابوها قالت لهم كنت مشيت انا عند خالتي، كيما مره كنمشي عندها كنبات عندها، حك عندها بنتها قدي في العمر. وبصح سولوا الخاله وقالت لهم بصح هذاك النهار جات عندي. ولكن كيشوفوا واحد الحاجه في اكرام ماشي عاديه، بحال مخلوعه، ولكن البوليس بقاو مصممين عليها، كيقولوا ليها قولناش عندك، بقات قالت لهم هاد الهضره اللي كاينه هي اللي كاينه. هنا البوليس غادي يبدل الاقوال معاها، غيقولوا ليها شنا هذاك النهار انك انت ان خطيب ديالك كان داخل الدار وقلنا شنو كاين، والسوارت واش انت عندك السوارت ديال الدار؟ قالت لهم اه عندي السوارت ديال الدار، عندي الدوبل، مني كنجي كندخل وهادي. قال لها قولي لينا شنا الخطيب ديالك كان داخل. هنا اكرام بدات تبكي وقالت لهم بصح هذاك في هذيك الليله بالضبط كانت متفقه انا غنمشي عند خالتي نبات، ومشيت بصح بت، ولكن قبل منها كنت نهضر انا وخطيب ديالي، قال لي خصني شي فلوس وهذوك الفلوس ما عنديش، ضروري خصك تسرقي شي حاجه من عند الام ديالك. قال لي هو سرقتيها؟ قلت له اه، ولكن انا ما دخلش للدار، كيما كيشوف خاطر ديالي عقا عندي السوارت ديال الدار، وقال لي غندير واحد الخطه كيفاش نسرقو، غادي ندخل انا بالليل مني تكون امك ناعسه، وانت غتسبي انك مشيتي عند خالتك وغادي تعطيني السوارت وانت تمشي تباتي عندها، وانا غندخل ونسرق. هنا قررت لهم اكرام وغادي يتم القبض على الخطيب ديالها، والخطيب ديالها بصح تم القبض عليه، وقالوا لي راه قررت لينا الدريه وقالت لينا في الاخر. قال لهم حتى هي شاركات معايا في القتيله. قالوا ليه مهم قول لينا شنو كاين. قال لهم انا هذاك الليله دخلت ما كنتش باغي نقتلهم، ولكن حصلتني الام ديالها انني انا كنسرق في بلاكار وكنت مغطي وجهي، في الاخر قتلتها. واش جرى هذاك الدري الصغير اللي قتلتي وما دار لك عدو 4 سنين؟ هذاك الدري شافني وعرفني وقلت لهم نقتلو باش ما يقالش ليهم انني انا. ولكن مني مشيت الدري الاخر كان ناعس، سرقت وخرجت، واكرام شافت الدمايات عندي قالت لي اش درتي؟ قلت لها قتلت امك واخوك حيت حصلوني وما عرفتش شنو وقع. وهي بقات تغوت، ولكن هذاك النهار كنت شام ما كنتش عاقل على راسي. هنا اكرام قال له وقال لهم واش دات من بعد اكرام؟ قال لي بقات تغوت، وقلت لها دابا الله عطى الله عطى، وهددتها قلت لها انت راكي شاركتي معايا في الجريمه. في الاخير كما كتشوفوا جاي يشوفوا اكرام، سولوها وقالوا لها هاد السيد واش كبلية معاه ولا شنو، لقاو ان حتى البنت حتى هي كتعاطى لا دروغ. ولكن قصتنا هي هذه خوتي، ما كتشوفوا كما كتشوفوا الحكم ديال مصر كيحكموا عليهم بالاعدام ولا المؤبد. هنا الدريه مشات هكاك ما قرات ما شافت حياتها، ومشات ام وولد. وان شاء الله خوتي غادي نعاود لكم قصه جديده، وكنتمنى الدعم ديالكم ولي لايك، وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم، مرحبا بكم في القناه والف مرحبا.